انطلقت سفينة إيفر جيفن من الميناء العالمي تانجونغ في ماليزيا، وفي صباح يوم الثلاثاء ضقت وسائل الإعلام العربية والعالمية بأزمة جنوح السفينة بعد وصولها قناة السويس في مصر. لا يزال التحقيق مستمر حول سبب جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس. وقد استبقت وكالة بلومبرج وصحيفة جابان تايمز الأحداث، وأشارت تقارير لهما أن السبب هو خروج السفينة عن السرعة المسموح بها، وهي 8.6 عقدات، ورصدت السفينة قبل توقفها مبحرة على سرعة 13 عقدة ونصف. وحسب تصريحات من الشركة المسؤولة عن السفينة، قالت أن سبب ما حدث هو سرعة الرياح العالية والعاصفة الرملية التي حجبت الرؤية. الحادثة الكبيرة زي كده تبقى كذا خطأ. ولكن بعد اكتمال التحقيقات، أشار رئيس هيئة قناة السويس أن السبب مركب وقد يعود لأكثر من سبب، منها فنية وإدارية، بسبب خطأ من قبطان السفينة إلى جانب سرعة الرياح. بخلاف التأخير الذي سببه جنوح السفينة على أكثر من 350 سفينة أخرى كانوا في القناة وتعطيلها لحركة الملاحة لعدة أيام، تكبدت مصر والعالم خسائر كبيرة جدا، فقدر إجمالي الخسائر في اليوم الواحد لواردات قناة السويس 14 مليون دولار، بينما تكبدت الشركات عامة خسارة ما يقرب من 400 مليون دولار في الساعة، بإجمالي ما يقرب من 10 مليار طوال فترة توقف السفينة. ولا شك أن أهمية قناة السويس تكمن في أن 10% من حركة الشحن العالمية، ويقال أنها قد تصل إلى 15%، يمر عبرها، وما حدث في تلك الفترة أدى لارتفاع أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريبا، وهذا غير خسائر تلف بعض المنتجات وارتفاع سعر آخر بسبب التأخر الناجم عن ما حدث. كان تحديا بالنسبة لمسؤولي القناة أن يتم تحرير السفينة دون الحاجة لإفراغ حمولتها، لأن هذا سيؤخر العملية كثيرا. وأكد الخبراء أن حلول تحرير السفينة مرهونة بعوامل المد والجزر وسرعة الرياح وحركتها التي كانت تجري عكس ما تشتهي السفن. قامت الجرافات الموجودة على ضفة القناة بإزالة الرمل والطين عند مقدمة السفينة، وتم استخدام قاطرات في أعمال الشد أو الدفع مباشرة بجانب السفينة في محاولة لتعويمها، وإلى جانب القاطرات فتسحب آلات كبيرة الحجم الأوساخ بشكل أساسي من قاع المياه والتي توضع بعد ذلك على الشاطئ. Now, good news from the Suez Canal. That giant ship that was blocking it for nearly a week has been freed. في يوم الاثنين تم تحرير السفينة بنجاح بعد مجهودات من طاقم الخبراء المصري. وصرح رئيس هيئة قناة السويس أن ما حدث قد أنجز في مدة قياسية، ولو كان قد حصل في بلد آخر لاستغرق قرابة 3 أشهر. ما كناش نتمنى ان يحصل حاجه زي كده، ولكن المقادير بتعمل او الاقدار بتعمل اعمالها، يعني ده مرفق عالمي للتجاره الدوليه، وبقول ترسخ في افكار ووجدان الصناعه ديت في العالم كله. 12-13% من حجم التجاره بيتنقل عندكم.